جزاك الله أخي، جزاك الله، جزاك الله أخي، جزاك الله، يا من بذلت جهودا في الله. جزاك الله أخي، جزاك الله، جزاك الله أخي، جزاك الله أخي، جزاك الله، جزاك الله أخي، جزاك الله، يا من بذلت جهودا. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. إلا على رب العالمين. إلا على رب العالمين. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبراتشو الناية توديداتشو هي حارو ميدابت سبوش والبزلاتناتشو فروغراماتشو متكتاتلو نلو بيالاتشو بتيالم دارتشو سلامتاتشو براساتشو من نغنيو باتي كتمانو انجدي باتي كتمات للك مشاركوشين جزاك الله هي اللي نغنيالا زاري دغمو بتلي يهونيتا عندت سيتن جزاك الله نلالا استاذة كرجا تبالا لك نغرقل بركاتها تماروشن قرآن ياك راكشا لك استاذانو زاري جزاك الله ابن الله هاريكوانا من اوراكشي هنا اوراكشون قينا فكراتها. جزاك الله أخي، جزاك الله، جزاك الله أخي، جزاك الله، يا من بذلت جهودا في الله. جزاك الله أخي، جزاك الله، جزاك الله أخي، جزاك الله أختي، جزاك الله، جزاك الله. كهارو ميديا نمتانا ارسو لهم سارو سرا جزاك الله كمالك شنتنشي حادية يزن مكانا وفتي جزاك الله، جزاك الله، وفتي جزاك الله، يا من بذلت جهودا في الله. جزاك الله اختي، جزاك الله، جزاك الله اختي، جزاك الله. بدقامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبراتشو ناتو دداتشو يهارو ميدا بتسابوش ولم دريا هوناتشو فروغراماتشين متكتاتلون اللو ويالاتشو باتي علم دارتشا سلامتاتشين درساتشو يه جزاك الله فروغراماتشين نو جزاك الله فروغراماتشين بهارو ميدا تزقاشتو ورنانتين ميدرس ويتوبيا سلمنا تاريكوست اللك عشارة اللاتشون سوش جزاك الله حمنا البت تاريكاتشونم ورنانتين منارس بات ليو فروغراماتشين نو داري دقمو بباتي كتماتا قيتنا لزيد تقيني البت وانا مكنيات المنقدي كقوني هندم التملكاتوت زاري بتلي يملكو سيدنا تشو جزاك الله من الله تشو استاذ زكريا جاي بالالو كفي لفت يالو تن كنجز بتچماري بركاتا حصاناتوچن قران ياسقرو يالو استاذانا تشو كساچو گا قويتا يمنارگ يونال ابراچون قويتا نترگو گبسكواچو ابراچون قويو. جزاك الله اخي، جزاك الله، جزاك الله اخي، جزاك الله، يا من بذلت جهودا. الكم بكرمي اجيك بتعم نامسغنال بهارو ميديا تملكاجو يسم انغدي بيتو تگيتن هين پروگرام اندين قرص سلا فقرولن اند استاذ اكرجا ماناچو مچي تولدي تولدو بتا كاوي كذا باشاگر انديت دز ود قران ماسقراتو نتو ميلون اتراركو سي انغلسول. بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أنا تولدت باتي كتمانو زيو زيو سفرني تولدت يا دكتم يا تماركتم زيو كبابينا نا عندما نيوم ليش قرآن قبطون دمي ماروت ليش نيت تماركت كذام بهالا قرآن كتمارك بهالا عندنا مدرسة تكفت لني هاي ما نتمر تبيت إذا بهاي ما نتمي تبيت تباركون يتلايو كتوشين قسمكون كالزام بوهالا دمو كهاجر وطاهون هاجر كوطاه بوهالا بس هاجر بزوان متكونر كوهالا عادة قادر رسبينينا عندنا
تملسكني ودا هاجر انا كتملسك بهالا ياو ياغتكم يالهوين قران جمركم ياقرهم يسكون درس 10 عمر درشاله ياو بزي ልጆች አስከትም ያለው ብዙ ልጆች ለቁጥር በጣም የሚያታክት ልጆች ብዙ ልጆችን አስከትም ያለው በ30 ጁዝ ንባብ ያበቁ ማለት ነው ከዛም በኋላ አልহামዱሊላ አላቋረጥኩም እስካሁን ድረስ አሁንም እየገፋውበት ነው አልহামዱሊላ ረቢል ዓለሚን ምናልባት እንደው አሁን ላይ ምን ያክል ልጆች ቁርአን ይቀራሉ በስንት ተማሪ ነበር የጀመሩት ያስተውሱታል የጀመሩት ባንድ ተማሪ ነበር اني مولاو قنقن مسجدو نبره سال جمر بفيت نا عندي سيت قران اسقري للجين بلا متاشلي اشي بيي اسجمركو ياتشليش ياتشليش دومو يغور بيت لجوش منامن اندزي اسكتلات متالچ ياسكتلش تتمطا انسونم ياقره يالهوين كذا بهالا لجوچو يبزو سيمطو اندغنا ود بيت متاهوينا ازيو اكبابي ازيچو سفر وسط ياقرهاچو سلسل የበረከት ሄዱ ከዛ በዛ ልጆቹ በዙ ከዛም በኋላ እስከ 100 እስከ 150 ይደርሱ ነበር አሁን ላይ ግን ያው እኔም ትንሽ አቅም እየደከመኝ ስለመጣ ልጆቹም እየቀነሱ ነው ያሉት እስከ 100 ይደርሳሉ ብዬ ገምታለሁ በፈረቃ ነው የሚያስቀሩት አሁን በፈረቃ ነው ጧት የከሰዓት ተማሪዎችን ጧት አስቀራቸዋለሁ እነሱን ለቅቄ የከሰዓት ተማሪዎች ደግሞ ሲመጡ እንደገና እነሱን አስቀራለሁ ማለት ነው በፈረቃ በሁለት ሺፍት ነው ማቀረው እናልባት እንደው እንግዲህ እርሶ ጉዳት ደርሶበታል ውጭ ሀገር እንዳለው እድም ሲናገሩ ሰምቻለሁና አይከብድም ልጆችን ማቅራት በዛ ሁኔታ ያያሉ እንዴት ተወጡት ከዛ ባሻገር ልጆችን ብቻ ነው ወይስ ትልልቆችን ነው ያስቀራው ልጆችን ትልልቆችን አስቀራለሁ አቀራለሁ ያው በተወሰነ ፈረቃ ነው ማቀራቸው ወይ ማታ ማታ ነው ማቀራቸው ወይ ደግሞ እነሱ ሳይመጡ በፊት ከሁለት ሰዓት በፊት ትልልቆችን አቅርቼ ሸኛለሁ ማለት ነው የተወሰኑትን ደግሞ ማታ ማታ አቀራለሁ ከመግሪብ እስከ ኢሻ ድረስ እና በዚህ ሁኔታ ላይ ነው ያለው አልহামዱሊላህ ተቸገሩም ቁርአን ለማቅራት ያው ሶስቱንም ይችላል የተቸገኩበት ነገር የለም የተቸገኩበት ነገር ያው ቦታ ማቅሪያ ቦታ ማለት የተቸገርኩት ይሄ እንደምታይ የመኖሪያ ሰፈር ነው መንደር ውስጥ ነው ቦታውም ደግሞ ጣባብ ነው እንደምታይ እና ቦታ ነው ያስቸግረኝ እና ብዙ ተማሪዎችን ለማስተናገድ አልችልም ከጣባብነት የተነሳ ማለት ነው የተወሰኑት ነው ብዙዎችን እመልሳለሁ አልቀበልም ያኩል ለምን ቦታ ስለሚገድበኝ ማለት ነው አልሐምዱሊላ ምናልባት የሚቀርበት ቦታ ቤት ነው ይሄ መኖሪያ ቤት ነው ወይስ ይሄ ቦታ የአጠቃላይ የዚህ የግቢው መኖሪያ ነው የግቢው ውስጥ ያሉ ሰዎች ይሄ የግቢው ውስጥ ያለ ቤት በሙሉ የቀበሌ ቤት ነው ሁሉም የሚጠቀምበት የጋራ መጠቀሚያ ነው ግን ያው ሰዎቹ ጥሩ ሰዎች ስለሆኑ አልহামዱሊላ ያው ቁርአን እንዲቀራበት ፈቀዱልኝ እና ከዛም በኋላ ያው ሰዎቹ ይሄንን ቤት በጋራ በማዋጣት እንዲሰራ አደረኩልኝ ተሰራ ያው እዚህ ውስጥ ያቀራሁን ያለሁት እኔ መምኖረው እዚህ ውስጥ ነው አኖሪያውትም ማቀራውት ነው ልጆችንም ማቀራለሁ እኔም ያለሁት እዚህ ውስጥ ነው ማለት ነው ወደፊት እቅዶት ምንድነው እንደው ይሄ ቢደረግልኝ ይሄን አረጋለሁ የሚሉት ነገር ወደፊት ያለኝ እቅድ በጣም ሰፊ ነው ያው እኔ አቅም ስለሌለኝ ማድረግም ስለማልችል ያ ነው የሚያስቸግረኝ ብዙ የመንግስት መስሪያ ቤትም እየዘርኩኝ ቦታ እንዲሰጠኝ ጠይቄ ነበር ጥያቄ ግን መልስ አላገኘም ያለኝ ሐሳብ ምንድነው ይሄንን ቁርአን በሰፊው ማዳረስ ነው ቁርአን ከላሙላህ ይሄንን ያላህን ንግግር በሰፊው ለማዳረስ ለትልቁም ለትንሹም ለሁሉም እንዲዳረስ ነው የምፈልገው ከዛም አልፎ የሃይማኖት ትምህርት ቤት ጎን በጎን እንዲሰራልኝ ነው የምፈልገው ለምን ቁርአንን በቁን እየተቀራ በቁን ደግሞ የሃይማኖት ትምህርት በተለይ የአቂዳና የፍቅህ ትምህርት እንዲማሩ ነው የምፈልገው ልጆች በአቂዳና በተውሂድ በፊክህ ተኮትኩተው እንዲያድጉ ነው የምፈልገው
يالين حسابي هنا سكاندرس قلنا يا وعكم سلامي قد بي منا منا قام أدرقا تشاركم سكاندرس بتشوت إنه قرآن ماسك شيء إنه ماسك أروه كجمر كن يعني هي أدرقا إذا رسبي بقول تشي أسرع ولا تنا بفرنجة شاكو تاتر كذا جمر إنجليز كهون أسرع ولا تنا أسرع سنامتي مثلاً يعني قن كذا وهالا أدرقا كذا رسبي وهالا ما تشين كولت تامت وهالاني جمر كت قرآن وما لنا كولت تامت وهالا جمر كن يا أونغري أسرامة الكبابين كجمر كن نافتني هون بينا قرمنا ودمو هي الكبابي لقرآن أي متشم يالله بتبوتا لقرآن أي متشم لقرآن أي هون عندنا كركو يمن وريا جبينا قلت سبوتش منو بس بوتانو ولا قرآن ما تعيه هنا عندني هنا ولا هني أنا قردمو بتأمي مفلجونا قرني بوقت ميرق فيني أسفل الجنيات بحساب ميرق فيني أسفل الجنيات بتلاقي منا قرش ميرق فيني سوي أسفل الجنيات دامن مثلا بزوج كأبو بحالة كأختم بحالة ياو وريلا على من مهيروت كادقو بحالة تلككونو بحالة قرآنو نايك التلوبتن يتوتر أختمو كجرسو كوتو بحالة بقى يعني قرآن انتنا عايز توتم زور ولو عايوتن سلازي تماريوش مالسنو قرآن ميكارو ليجوش بتأم كقولنا شو ميهون سويا سفل كان إني بتشايني من مذاكر ما درج على تشيلم مكان أقرب بس تكمل من ما درج على تشيلم سلذي بتلاقي يمسك ميدق فين سويا سفل كان يعني مالتنا فمن هي الله كلام سلوهنا يا الدنيا من آخرة يهود من مريا سلوهنا مالتنا لو قرآن بزوت برد يمي هذا كله سويا سفل كان يعني بينهم ما سلو يما هبر سبات أو بس نديت إنه بتلاقي زهكاوي القرآن سياكارو إنه ما هبر سب بمن ملكم يتقبلوه يعجزالس نديت برجت ياو يورك فيا أي كفلونيان سو يورك ورهاي كفيا على أي كفلونيان كذا وتجين ياو يمدر تلين تدبر من عن يلا يتكتات لاتشين متغنيوت جزاك الله برنامجنا كبراتنا كبران تملكاشو تشاچين يي برنامج بحارون ميديا تزغاشتو رنانت يميدرس باغراچين يتلايو اكوابي هيالو ولسمنا تاريخ تلك اشارا يالاچو سوچ جزاك الله يمنلبت برنامجنا زاري بباتي كاتما كاستاذ اكنچا بيت نو انغدي بزتو كنتا يارغنا اونم بديكامي ابراچو نتقويو غابزالو ابراچو نقويو جزاك الله اخي جزاك الله جزاك الله أخي جزاك الله يا من بذلت جهودا في الله جزاك الله أخي جزاك الله جزاك الله أخي جزاك الله أخي جزاك الله جزاك الله أخي جزاك الله يا من بذلت جهودا جزاك الله أختي جزاك الله جزاك الله أختي جزاك الله يا من بذلت جهودا في الله جزاك الله اختي جزاك الله جزاك الله اختي جزاك الله يا من بذلت كنتو كنتو صاغل صالح يالاتني كل نجر هنا هون بيهون استاذه غورنتاشكن منات من عبرو ما يدغنو مناقات انا كبفيت مس جمرو بي سايسرى ميدا لا نبر متقاراتو بونبر ادرغا صحاي لاي سلتشي دكمني ساتل كانوا تقرأتوا عليك كفرق أمن يكير تقرأتوا عليك كزائر المغرب من إشام هادم وقربت يريس تقرأ عليك يا قرآن بكران تنا متهدو أهم بكر بريتك بتشو كتكمت راسوا عند سبعتر سبعين تربي هناتنا كمتتش إنه اللي بك على ما بكروا يندزي قربت من نجار حم غمي لاتم مع إنه قرأت جنايم بك أسد القرآن أسد العقيدة أسد هلو نجارنا الناس وصلت شيء دكمي ساتل اللي هو عصرين يا مثلا سكوتر عليك لجوش دابو ببزات بزوكت أسكت مادلت كين أكتمو أهون تيكروام دنو أكتمو يبقى يعني قرآن بيتشانو أكتمو إلا نقير شو تم تفلقو الزيهو يقرآنو معنا تفسيرون شو تم تقراتو بتجويدنو ما شاء الله إنهم دامو دفيت تمو علاموا إسكا يوم الكي أما درس جوشو عدقو يسوال جوشن ديبال تفلقالج
እና ሄል ለማድረግ የሰፈሩ ሰው በጣም ቁርአን ቤት አንደኛ ሲጫጩ ሰፈሩ ውስጥ ብዙም አይመችም። ያው ቁርአን ነውና የሚያከብረውም አለ ማክብረውም አለ። ስለዚህ ይሄን የቁርአን ቦታ ሁሉ አላማውና ቅዱ አይቁርአን ቦታ አግኝቼ መርከዝ ነገር ከፍቼ ነው ተለፉ ለስናውራት ማለት ነው። ይሄን ቅድ እንዳው ለነገ ለአኺራ ይብሎ የሚተባበር ካለ يعني ይሄን በዚህ ሐሳብ እንላለን። ይሄን ወቅዶ ኢንሻአላህ አሳካላት الله ይረት السلام عليكم ورحمه الله وبركاته እኔ ሁለት ልጆች እዛ አስገብቼ እህቴ ልጅና ራሴን አክተመው ተፊስም ገብተው ተመርቀዋል። ለኡስታዘ በጣም ጥሩ ነው። ያው የጤና ጉዳይ ሆን ካሁን በቀ አዲስ አበባ መታከመ ሁለት ቀን አልተኛች ወደ ስራው ነው የገባችው። والله ይገዛት እሷን የሚተባበሩላ الله ይተባበረው ትልቅ መርከዝ መክፈት ትፈልጋለች። الله ይገዛት ምንም ደግሞ የሚተባበሩት ለጀዛቸው ነው الله ይክፈላቸው። ከከባድ ቦታ ነው የመጣቸው አዲስ አበባ አልহামዱሊላህ ጀዛከላሁ ኸይር ተባበራችን እንትም ወንድምም አላህ ይስጥልን። ምንም የሚያግዛትንም ኢንሻአላህ በዱዓም እናግዛታለን ባለው ሁሉ የሚተባበራት ሰላም አለይኩም። ጀዛከላህ اخي ጀዛከላህ ጀዛከላህ اخي ጀዛከላህ ያ ማን በደልታ جهودን ፊላህ ጀዛከላህ اخي ጀዛከላህ جزاك الله اخي جزاك الله جزاك الله اخي جزاك الله يا من بذلت جهودا يا ብዙ ፈተናዎች አሉ ከፊል ለፊቴ ብዙ ነገሮች አሉ። እነሱን ምፈታቸው ነገሮች አደጉን በራሴ አቅሜ ይለኝም ማለት ነው። አቅሜ በጣም ደካማ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ያካል ጉዳተኛ ነኝ። ስለዚህ ማለት ነው አሁንም የምፈልገው ነገር ምንድነው? እኔ ከቁርአን በስተቀር ሌላ ነገር አልፈልግም። ሌላ አላማም የለኝም። ህይወቴ እስከለ ድረስ እስከ መጨረሻው አላህ ነይ እስከሚለኝ ድረስ ቁርአንን መካደም ነው የምፈልገው። ያላህን ከላ መካደም ነው የምፈልገው እና ይሄን ቁርአን ማለት ነው በሰፊ ለማዳረስ ነው የምፈልገው። ትልቁም ትንሹም እንዲቀራ ነው የምፈልገው። ቀርተው ደግሞ ማዕናውን እንዲያውቁት ነው የምፈልገው። ለምን ቁርአን የህይወት መመሪያ ስለሆነ ማለት ነው። የህይወት ካለ ቁርአን መኖር አይቻልም። ካለ ቁርአን መኖር አይቻልም። ስለዚህ ማለት ነው የምፈልገው ነገር ምንድነው? ተማሪዎችን አቅፎ የሚይዝ ትልቅ መርከዝ፣ ትልቅ ትምህርት ቤት ብቻዬንም ሳይሆን ከጎኔ ብዙ ሰዎች ሆነው ይሄንን ትልቅ አላማ እንዲረዱኝ ነው የምፈልገው። ይሄንን ትልቅ ቁርአን ከቁርአን የበለጠ የለም። ከቁርአን ጎን ለጎን ደግሞ ሐዲስን እንዲማሩ ነው የምፈልገው። ልጆች ማለት ነው ልጆች ብቻ ሳይሆኑ ማንኛውም ትልቅም ሆነ ትንሽም ሆነ ማለት ነው ቁርአንን ቀርተው የቁርአንን ተፍሲር እንዲያውቁ እንዲማሩ ቁርአን ምን እንደሚናገር ምን እንደሚመስል አላህ ምን እንደተናገረ እንዲያውቁ ነው የምፈልገው። ተማሪዎች ቀርተው ብቻ ቁርአን ቀርተናል ብለው እንዲተውትና እንዲጥሉት አይደለም የምፈልገው። የቁርአኑ አላማ ዋናው ይሄ ነው። ቁርአን ማስቀራት ማለት አላማ ዋናው ቁርአኑ ምን መልእክት አለው የሚለው ነገር ለሰዎች ማስተላለፍ ነው። ከዛም አልፎ ተርፎ እነዚህ ተማሪዎች ደግሞ ለሚቀጥለው ትውልድ እንዲያስተላልፉ ነው የምፈልገው ማለት ነው። እና ሁላችንም እላለሁኝ ማስተላልፈው መልእክት ምንድነው? ሁላችንም ለቁርአን በጋራ ሆነን እንስራ ነው ማለት ነው። ቁርአንን ለመካደም በጋራ እንተባበር ነው ማለት ለምን ቁርአን ተረስቷል? ቁርአን ምንድነው የሚለው? الله سبحانه وتعالى وقال ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا ያለው الله سبحانه وتعالى በሁሉም መስ ቁርአን ተትቷል። ቁርአን ወደ ኋላ ነው ተጣለው። ስለዚህ ማለት ነው መቅራቱን ብቻ ዋጋ የለውም። ቁርአንን ከመቅራቱን ጎን ለጎን የቁርአኑን ማዕና እንዲያውቁ ነው የምፈልገው ሰዎች። ከዛም ጎን ለጎን ደግሞ ብዙ የሃይማኖት ትምህርቶችን እንዲቀስሙ ነው የምፈልገው። በርግጥ ቁርአን ለሁሉ ነገር በር ከፋች ነው። በር ይከፍታል። ቁርአን ያልቀራ ሰው ምንም ዒልም መቅራት አይችልም። ምንም ነገር ማወቅ አይችልም። ጃሂል ሆኖ ነው የሚኖረው እስከ ዘላለም ድረስ ማለት ነው። حتى
بميديانا بهايمانوت بيتوش ب بمسجد مالتينا بيه مسجدو وقت لي ست يشلال جن يالقراسو من غزي مالقرا يالقراسو من غزي ما يقر يقرانا يالقرا عند ادلم يقران مقرات علاماو دمو اندالكوت قرانن مردات نو من ملكت اندالو مردات نو اني قران بتلي بماده متو ساعات مالن نو كعلماوچ بمسما بساعات عند يقران ايات سسما يتلي سميت الله كليلا عليم سسماو دمو يتلي سميت الله قران كزينياو عليم سسما دمو يتلي سميت الله ስለዚህ علماءዎች ምን ይላሉ መሰለ ቁርአን ዙ ሐማሊ ወች ይላሉ ብዙ መልክ ያዘ ነው ቁርአን አንድ ሆኖ ግን ብዙ መልክ አለው ስለዚህ ቁርአን ምን ጊዜ ማይጠገብ ምን ጊዜ ማጠግበው ዛሬ ይሰማው ቃል አንቀጽ የቁርአን አንቀጽ ሌላ ነገ ደግሞ ሌላ ስትሰማው አዲስ ይሆንብሃል ሁልጊዜ ማዲስ ነው ለምን ያላህ ቃል ነው ሁልጊዜ ይታደሳል አሮጌ ሆነ ማለት ነው ቁርአን ሁልጊዜም ዛሬም ስትሰማው ያንን አያት ደግሞ ሌላ ሐሳብ ሌላ ስሜት ይሰጣል ነገን ስትሰማው ሌላ ስሜት ይሰጣል አንድ የአላህ ቃል ማለት ነው ስለዚህ ቁርአን የመሰለ ነገር የለም እና ይሄን ይመስላል ማለት ነው ጀዛኪላ ኡኽቲ ጀዛኪላ جزاك الله اختي جزاك الله يا من بذلت جودا في الله جزاك الله اختي جزاك الله جزاك الله اختي جزاك الله يا من بذلت جودا في الله يا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قوم لوط المرسلين كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له دين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان لا تنفذون إلا بسلطان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ መልካም የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው ጀዛከላ ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ ቀደም ብላችሁ እንደተከታተላችሁት የምንገኘው በባቲ ከተማ በኡስታዛ ከድጃ ቤት ነው። እሳቸው እንግዲህ በዚህ በግለሰብ ቤት በርካቶችን ቁርአን እያስቀሩ ይገኛሉ። በተለይ ቦታ ችግር ትልቅ እንቅፋት እንደሆነባቸው ተመልክተናል። ይሄንን ደግሞ የሚመለከተው አካል ይፈታዋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ከዛ ባሻገር ይሄንን ፕሮግራም በተለያዩ ሚዲያዎች የምትከታተሉን ሁሉ ከኡስታዛ ከድጃ ጎን እንድትቆሙ ነው ጥራችንን እናቀርበው። ግን የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁንም ስጋናችን ከልብ ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጀዛከላህ اخي ጀዛከላህ ጀዛከላህ اخي ጀዛከላህ يا من بذلت جهودا في الله ጀዛከላህ اخي ጀዛከላህ ጀዛከላህ اخي ጀዛከላህ اخي ጀዛከላህ جزاك الله اخي جزاك الله يا من بذلت جهودا